الكثير من المتغيرات طرأت في حوار الساسة في الموفنبيك، نرصده في هذا التقرير. ما تزال السلطة التشريعية محور المفاوضات الجارية بين القوى السياسية مع المبعوث الأممي. خطوط التوصل إلى اتفاق أو تسوية بهذا الموضوع قبل يومين تعرقلت، وعاد الحديث عن تقارب فقط. ما دمنا على الطاولة هذا معناه أن الأمل قائم وكبير. إذا غادرنا الطاولة وأرجو أن لا نغادرها إلا باتفاق نهائي. نحن أمس وقبل أمس قطعنا شوط طويل، لكننا كلما قطعنا مسافة اكتشفنا عقبات. نعمل جاهدين على تبديدها. المرأة والشباب دخلوا في الحوار رسميا اليوم وطرحوا وجهة نظر مكوناتهم. الوضع مأزوم بين بعض الأطراف، وأي تصريح أنا أفضل أن يكون منهم هم، كي لا يبدو أو كي لا يحدث أن نساهم سلبا. نريد لحضورنا أن يكون إسهام إيجابي. لا يوجد طرف الآن يتعمد العرقلة، الكل مستشعر المسؤولية، والكل يعرف بأن مستقبل اليمن مرهون بموقفه، وبأن مستقبله ومستقبل أبنائه متوقف على مرونته واستجابته من عدمها. رئيس قضية صعدة وممثلة المرأة ترى أن جزئيات الترحيل في تنفيذ بعض مخرجات الحوار قادت لما وصل إليه الوضع اليوم. التنفيذ على مراحل، أو أن لا يأخذ تلك الصيغة الفورية. فمما خلق مشكلات بالذات القضايا مثل قضية الصعدة، مثل قضية الجنوب، مثل قضايا الناس المتطلعة أن تجد هذه المخرجات تخدمها، ربما هذه من الأشياء التي لم تكن مدروسة كما ينبغي أو كما يجب، وتكلفنا كشعب وكوطن مشكلاتها. وما نحن فيه الآن هو هذا الحاصل، أو هذا الغير المدروس، هو هذا الوضع غير المدروس. بين التقارب والتباعد في وجهات النظر وفي أطروحات المكونات السياسية، يتأجل الحسم في الملف الأول من حوار القوى السياسية، وهو السلطة التشريعية ومكوناتها واختصاصاتها.